بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق وخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله حق قدره وعلى اله. الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. حاج أحمد، أردت أن أضيف كلمة. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أولا نشكر هذا الجمع الطيب كل باسمه، أولا نشكر هذا الجمع الطيب الحسائد، نشكر هذا الجمع الطيب لحضوره كل باسمه، ربي يبارك في خطواتكم إن شاء الله. الحمد لله على تمام الشفاء خوينا عمار، نتمنى له الشفاء له ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يكثر خيركم، يكثر خيركم لكل من ساهم ولكل من حضر، واللي ما حضرش يسمح لنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله. أهلا بك. أهلا بك. طاهر.